الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وذلك احتجاجا وتنديدا بقرار النيابة العامة تقديم النائب محمد بركي إلى المحكمة، وذلك بتهم باطلة وتهم ليس لها أرجل تقف عليها. إحدى هذه التهم هو أن النائب محمد بركي في إحدى المظاهرات التي جرت في بلعين منع جندي من اعتقال أحد المتظاهرين، وتهمة أخرى أنه اعتدى على رجل شرطة، وهذه التهم هي تهم ملفقة ومصدرها الشباك والمخابرات الإسرائيلية. بلا شك أن الهدف هو الملاحقة السياسية للنائب محمد بركي رئيس الجبهة القطرية للسلام والمساواة، وملاحقة سياسية لقادة المجتمع العربي. ونحن نشهد ارتفاع في قوة اليمين وفي ممارسات الحكومة العنصرية، على ما يبدو لم يسلم أحد من هذه السياسة. بلا شك أن هذه الحكومة برئاسة نتنياهو هي الأكثر تطرفا والأكثر عنصرية، ولذلك نحن نناشد كل الأحزاب الفاعلة على الساحة العربية، ونناشد القوى التقدمية والديمقراطية اليهودية أن ترفع صوتها ضد خطر الفاشية. وبدون أدنى شك أن خطر الفاشية موجود، والفاشية لها عدة مظاهر، منها المظهر الهجمة على الديمقراطية والحريات والصحافة وحرية التعبير وحرية الرأي، وكذلك الهجمة الاقتصادية وخدمة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. وليس صدفة أن الاقتصاد يشهد بالفعل تطورات باتجاه الفاشية، حيث أن معظم الأموال ومعظم الميزانية الإسرائيلية يتحكم بها عدد من العائلات. ومن هنا نحن نندد بهذا القرار، وندعو مرة أخرى الجميع إلى الالتفاف ورفع صوته وعدم الانزواء في البيت، ذلك لأن ليس هذا هو الحل، بل الحل هو في وضع أجندة لمواجهة هذه الهجمة العنصرية التي كما ذكرت طالت قيادات في السابق وستطال قيادات في المستقبل. ونحن نعرف أن لا أساس لكل هذه التهم الباطلة، إنما الهدف هو الملاحقة السياسية ليس إلا. ونحن يوم أمس جرت الجلسة الأولى للمحكمة، وكان من المفروض أن تجري اليوم الجلسة الثانية، إلا أنه لأسباب تتعلق بالمحكمة تم إلغاء جلسة اليوم. ويوم الأحد القريب ستجري الجلسة، ربما تكون الأخيرة في هذه المرحلة. ونحن نناشد أيضا أبناء شعبنا أن يشاركوا وأن يتضامنوا، ليس فقط مع محمد بركي، إنما يتضامنوا مع أنفسهم ضد هذه الهجمة اليمينية العنصرية الشرسة على الجماهير وعلى القيادات العربية. ونحن سننظم السفر إلى المحكمة في تل أبيب، الجبهة ستنظم السفر إلى المحكمة في تل أبيب يوم الأحد القادم. هذه هي البداية، وسيكون لها ما بعدها من إجراءات واحتجاجات وتظاهرات ضد القرارات التعسفية والعنصرية التي تتخذها النيابة بدعم من السلطة الإسرائيلية. وبدون أدنى شك أن التصعيد لا يقتصر على الداخل، التصعيد يشمل أيضا التهديدات لإيران وخطر الحرب والعيش وتعيش الشعب في هذه البلاد بخوف مستمر، وكان البعبع هو السلاح النووي الإيراني، بينما نحن نعرف أن إسرائيل تملك السلاح النووي عشرات السنوات قبل أن تفكر إيران بالبدء في هذا المشروع، والذي تعتبره إيران أنه مشروع لأغراض سلمية وليس لأغراض عسكرية. ومن هنا مرة أخرى نناشد الجميع
أن يضم صوته وأن يشارك في الفعاليات وأن لا يقلل من أهمية هذه المشاركة. المشاركة مهمة، وهذه العملية هي عملية تراكمية، سواء كانت تظاهرة أو مظاهرة أو مختلف الأمور الأخرى. ونحن أيضا قريبين من المسيرة التي ستنظم لزيارة القرى المهجرة في ذكرى النكبة، ونحن سنأخذ وسنشارك مشاركة فعالة في مختلف هذه النشاطات وهذه الفعاليات. أن هذه المحكمة محكمة سياسية، لم نقل ذلك بهدف التغطية أو الاختباء وراء ادعاءات عامة أو وكأنه توجد مؤامرة. هنالك فعلا مؤامرة على العمل السياسي، والمحكمة ضدي كانت محكمة لتجريم العمل السياسي، لأنني أحاكم على المشاركة في مظاهرات وفي عمل سياسي يفترض أن يقوم به كل عضو كنيسة وفق طبعا برنامجه. في الجلسة أمس بدت علامات الانهيار على ادعاءات النيابة، وأنا واثق أنه في الجلسة القادمة ستنهار هذه الادعاءات كليا، ليبقى منها فقط شيء واحد، أنها محكمة موجهة ضد العمل السياسي الديمقراطي لجماهيرنا العربية ولكل القوة الديمقراطية في البلاد. لأنني أحاكم على مظاهرة في تل أبيب وعلى مظاهرة في بلعين وعلى مظاهرة في الناصرة، يعني الكلام يجري عن المشاركة السياسية. واعتقادي أنه بعد أن تنتهي هذه المحكمة نحن سنفتح ملف جديد في مواجهة الفشل القضائي للحكومة السابق والحالي. مزوز وكلكم تذكرونه، هذا الرجل الذي أغلق ملفات مجرمي أكتوبر 2000 وفتح ملفات ضدنا، وأن نفتح أيضا ملف النيابة العامة وسهولة ضغطها على الزناد لتقديم لوحة اتهام ضد قيادات الجماهير العربية.